السلام عليكم، كدارين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير واحوالكم كلها مزيانه. فهاد الفيديو غنشارك معكم واحد الكلاص اللي كيجي بنين بزاف ومنعش ومبرد وغير ثلاثه ديال المكونات. غنشارك معكم كذلك واحد الفكره للعشاء، وغنشارك معكم اجواء من الحفله ديال بنتي في مدرسه الياسمين. بالنسبه للسوربي ولا الكلاص ديال الفريز، غنحتاجو بطبيعه الحال الفريز واحد. هنا عندي واحد 750 غرام حتى 800 ديال الفريز كونجولي المجمد، وغنحتاج معاه واحد الحك ديال الحليب مركز محلى وجوج ديال الياورت بنكهه الفريز. ضروري الفريز يكون مجمد، وضروري يكون ميكسور مزيان باش يقدر يطحنو، خصو يطحن وهو مجمد. كنضيفوا العناصر بثلاثه في الميكسور الخلاط الكهربائي وكنطحنوهم، وما كاين ما سهل من هذا الكلاص. من بعد ما كنطحنوه مزيان، انا هنا اختاريت انني نقدمه بشكل كبير، يعني ماشي فرضي. استعملت هذا المول، نقدروا نديروه غير في بواطه ونسدوها مزيان وناخذوا الكونتيت اللي بغينا، القياس اللي بغينا. انا هنا اختاريت انني نقدمه بهذه الطريقه. هذه المول غلفته بطبيعه الحال بفيلم اليمونتير، وصافي غنخوي فيه الكلاص ديالي ونخليه واحد 4 سوايع حتى يجمد. وهذا هو الشكل ديالو. بالنسبة للعشاء، أنا هنا بغيت ندير لازانيا وقلت نشاركها معكم طريقتي في تحضير لازانيا. هنا كناخد أوراق ديال اللازانيا ديالي، أنا كنسلقها شوية في الماء واحد 5 دقائق ولا ما كاملاش كاع، غير شي شوية كترطب. بطبيعة الحال كندير فيه شوية الزيت، أنا زدت أوراق سيدنا موسى غير التنسيم. صافي غندير الأوراق ديال اللازانيا، نخليها واحد 5 دقائق وديريكتومون كنحيدها وكندير لها الماء البارد باش ما كتلصقش بعضياتها. وهذيك 5 دقائق تبقى يدي عليها كنحرك فيها باش ما يتلاصقوش. اللي خاف انه تلصق ليه كيديرها وحده، يعني جوج بجوج ولا وحده وحده كيسلقهم، ولكن هي شويه كتعذب. هنا عندي لاصوص طوماط حضرتها بنفس الطريقه اللي حضرتها في الفيديو السابق، زدت عليها شويه ديال الريحان. وهنا الكفته نسمتها بالريحان وبالبزار مليحه، شويه ديال الفلفل الاحمر، وغنزيد عليها واحد الخيزوه محكوكه، واحد الجزر، واحد الجزره محكوكه في الحكاكه رقيقه. الكفته ديالنا مع خيزو غادي نشحرهم في شويه ديال الزيت ونخليهم تنكمل بهم التحضير ديال لازاني ديالنا. غنحتاج فرماج موتزاريلا، تقدروا تستعملوا اي فرماج، ولكن موتزاريلا هو اللي كيجي في هاد لاغوسيت محكوك حتى هو. وغادي نحضر لاصوص بشاميل اللي كنحتاج فيها 2 معالق ديال الزبده و 2 معالق ديال الفورس
في نص الطر ديال الحليب، ولكن هنا غنديرها شويه جاريه، غندير حتى الاطر لاروب ونزيد معهم ثلاثه ديال الفرماجات مثلثات. هنا كلشي عندي واجد، غندوز نقاد لازاني ديالي. هما الاوراق من بعد ما تسلقوا كتسلقوا غير شي شويه. الطبقه الاولى كندير لاباط، ورق ديال لازانيا، نزيد عليها واحد الطبقه ديال لاصوص بشاميل. من بعد غندير الكفته، طبقه ديال لاصوص طوماط، وندير شويه ديال الفرماج. هنا راه كنت نسيت ما درتش في الطبقه الاولى الفرماج، ولكن ضروري باش كيعطي ديك التعليكه لداخل. انا في هذا النهار كانت الحفله ديال بنتي الصغيره، وجدت هاد اللازانيا قبل ما نمشي، يعني كنت خايفه نتعطلوا نتعطلنا باش نجي، ما كنتبرزرش شنو غادي عاد ندير العشاء. دخلت هادي غاكتومون الفران، يعني كان عندي طبق واجد. انا كندخلوها الفران كيكون سخون، وما كنجهدوش بزاف، يعني 180 200 درجه، باش كمل الطيابه ديك هذوك لي بات مع داك البشاميل مع لاصوص، كيكملوا الطياب ديالهم في الفران. هو هذا الشكل ديالها من بعد ما خرجت من الفران، طلع واحد الريحه زوينه ديال الريحان. انا كيعجبني المذاق ديالو، اللي عنده الريحان طري ولا اي نوع من الاعشاب منسمه يقدر يستعمله. وهنا بغيت نشارك معكم بعض اللقطات من الحفله ديال بنتي اللي كتقرا في لابتيت سكسيون في مدرسه الياسمين. الحفله كانت في مدرسه الجبر، صراحه كانت منظمه، وهذا
الحفلات وهذا اللي كاع لي زاكتيفيتي اللي كيداروا كيعززوا الثقه ديال التلميذ فراسو صراحه كيدوزوا زوينين وكيعجبوه كيبقاو راسخين في الذاكره ديال الاطفال. الحفله كانت كيف ما قلت في مدرسه الجبر في مدينه الخضراء بوسكوره مدينه الدار البيضاء، كانت بالحضور ديال الفنانه سعيده شرف اللي حتى البنت ديالها كتقرا في مدرسه الياسمين. صراحه داز واحد الجو زوين، نشطنا ضحكنا، الوليدات عجبهم الحال، ضحكوا حاولوا ما امكن يؤديوا الادوار ديالهم بكل اتقان. تبارك الله عليهم كاملين، الله يحفظهم، الله يخليهم الاباء ديالهم والامهات ديالهم. جدا معكم من تطوان لهنا فقط 18 مع تسطات الصباح هذا الصوت فرحانة لأنني الكل مع بنتي ومع وليداتكم كاملين وبالي البلاطو الصحراء وخما لبساش الملحفة ما يمكنش لي ما نكونش ليه والله يفرحكم بوليداتكم كل الموند مرسي أبو مرسي كل ياسمين من الفوا أدنسي مالي صحيح.